على الحين تدريب على الكتف عشان تستخدمونها مع اكتمال الكتف هذي يلا تاتش كيت باي تاتش تاتش كيت باي طبعا شوية يبيها صبر شغلة شوي شوية ما يتعدى تاتش مرات حتى اللي طالع على اساس يتعب معانا مجرد انه يشوف العصاية نفس الشيء بالتالي هذا تو بالدار الحين للحين يعني نص نص تاتش 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 بيكو تاتش 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 بيكو تاتش حاول تسهل عليه شوية احنا نتكلم بيكو تاتش تاتش شوي شوي لما تخليه يتعنى يبتدي يمشي بالقفص يروح يمين يسار فوق تحت نعم الحين اول مره قاعد اتعامل معاه فشوي شوي قاعد اخذ شلون؟ إذا شوي شوي يتحرك يرفع عنها. Touch. You want? Touch. Good boy. Never touch.
تاتش. طبعا التوب صغيرة راح تختلف عن الكاسكو يعني نفس المثل بس انه اسهل ان تخليه تصعد على الايد كذي بس غير عن الكاسكو شوي شوي الكاسكو فيها باي that you know.